أبارك اسمك ونشكرك يا سيدنا الصالح من أجل كل نعمك وعطاياك وعينك علينا يا رب من أول السنة إلى آخرها. هكذا بدأت كنيستنا عام 2022 بصلوات إلى الله ليكون عام بركة ونعمة وفرح، وهكذا كان. فقد فرحت كنيستنا بترقية 11 أسقفا إلى رتبة المترانية يوم الأحد الموافق 20 من نوفمبر. كذلك فرحت كنيستنا برسامة 10 آباء أساقفة جدد يوم الأحد الموافق 5 من يونيو. كما تم هذا العام ترقية 48 أب كاهن إلى رتبة القموسية بيد قداسة البابا في إبراشيات القاهرة والإسكندرية، وأقام قداسة البابا هذا العام برسامة 21 راهبة. أما عن تدشين هياكل مقدسة وكنائس، فقد دشن قداسة البابا طوادروس الثاني 19 مذبح في 9 كنائس، هي كنيسة السيدة العذراء والملاك رافائيل بمنطقة الجواهر بالإسكندرية، الكنيسة المرقوسية بالأزبكية، كنيسة القيامة والقديسة العذراء مريم برابطة القدس بالقاهرة، كنيسة القديس ماكاريوس الكبير بدير الأنبا أنطونيوس النمسا، دير القديسة حنة بالنمسا، كنيسة السيدة العذراء والأنبا إبراهام بالأمبرويس، كاتدرائية البشارة والملاك غبريال بالإسكندرية، كنيسة السيدة العذراء مريم والقديسة مريم المصرية بأهالينا اثنين، كنيسة السيدة العذراء والبابا أثناسيوس رسولي. أما مناسبات كنيستنا القبطية الأرثوذكسية هذا العام فكانت كثيرة ومفرحة، على رأسها احتفال كنيستنا بمرور 10 أعوام على رسامة قداسة البابا في 18 من نوفمبر من هذا العام، كما احتفلت الكنيسة بمرور 60 عام على تأسيس أسقفية الخدمات، وأيضا احتفلنا هذا العام بالعيد 129 لتأسيس الكلية الإكليريكية بالأمبرويس، وكذلك احتفلت الإسكندرية باليوبيل الذهبي لتأسيس الكلية الإكليريكية بها، كما أقيمت احتفالية كبيرة للصحافة القبطية بمناسبة مرور 50 عام على إصدار مجلة الكرازة كأحد أهم الصحافة القبطية، كذلك اشتراك قداسة البابا طوادروس الثاني بالاحتفال بكنيسة السيدة العذراء مريم والبابا أثناسيوس الرسول بمدينة نصر في اليوبيل الذهبي لتأسيسها. وقد كان للشباب نصيب الأسد هذا العام في الخدمات الكنسية، فقد افتتح قداسة البابا طوادروس الثاني مؤتمر الشباب أوروبا في نهاية شهر يوليو، وقد حضر أكثر من 700 شاب وشابة من الكنائس القبطية في أوروبا. كذلك أقام قداسة البابا طوادروس الثاني ملتقى لوجوس الثالث للشباب القبطي العالمي، والذي حضره شباب من الإبراشيات خارج مصر في نهاية شهر أغسطس، وقد حضر أكثر من 200 شاب وشابة، وذلك في مركز لوجوس البابوي بدير الأنبا بشوي. كذلك شارك قداسة البابا في مؤتمر شباب أمريكا بإعطاء كلمة عبر الهواء للشباب في 24 من سبتمبر من عام 2022. كذلك سهر قداسة البابا في سينرجية سهرة روحية مع شباب كل الإبراشيات داخل مصر للتسبيح، ذلك يوم 23 من ديسمبر من عام 2022. وفي إطار علاقات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مع الكنائس الأخرى، فقد أقيمت الجمعية العامة 12 لمجلس كنائس الشرق الأوسط التي أقيمت في الفترة من 16 حتى 20 من مايو في مركز لوجوس البابوي بدير الأنبا بشوي تحت عنوان تشجعوا أنا هو لا تخافوا، بمشاركة الكنائس الأعضاء من العائلات الكنسية الأربع التي يتألف منها المجلس: العائلة الأرثوذكسية الشرقية، والعائلة الأرثوذكسية، والعائلة الكاثوليكية،
والعائلة الإنجيلية. كما أقيم اللقاء 13 للآباء بطريقة الكنائس القبطية والسريانية والأرمانية العائلة الأرثوذكسية الشرقية، وحضره أصحاب القداسة البابا تودروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقوسية، والبطريرك مار إغناطيوس إفرايم الثاني، بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، والكاثوليكوس أرام الأول، كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس لبيت كليكيا الكبير بأنطلياس بلبنان. وذلك في ضيافة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مركز لوغوس البابوي بدير القديس الأنبا بشوي بوادي مطرون في الفترة من 18 وحتى 20 من أكتوبر. كما قدمت هذا العام الكنيسة الروسية الأرثوذكسية وسام المجد والكرامة لقداسة البابا تودروس الثاني في مناسبة العيد العاشر لجلوسه على الكرسي المرقوسي وعيد ميلاد قداسته 70، تقديرا لجهود قداسته في تطوير العلاقات بين الكنيستين القبطية والروسية. وقد استقبل قداسة البابا تودروس الثاني قداسة أبونا كيرولوس بطريرك الكنيسة الإريترية الأرثوذكسية في يوم 9 من يوليو في المقر البابوي بالقاهرة. أما على مستوى الرعاية، فقد اجتمع قداسة البابا هذا العام مع الكثير من مجاميع الإبراشيات ليطمئن على أمور الخدمة ويرعى بأبوته الآباء الكهنة. واشترك قداسة البابا تودروس الثاني في احتفالية عيد دخول السيد المسيح مصر في كنيسة السيدة العذراء مريم بسخة بمحافظة كفر الشيخ، وكذلك قداس الاحتفال بالذكرى العاشرة لنياحة مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث. كما تقابل قداسة البابا مع مجموعات من الخدام والشباب من كثير من الإبراشيات خلال العام، وأيضا مع أهالي شهداء كنيسة الشهيد أبي سيفين بإمبابة وغيرهم الكثير من الشعب. أما عن الافتتاحات، فقد تم افتتاح المبنى الإداري الجديد بالمقر البابوي بالكاتدرائية في 19 من نوفمبر من عام 2022. كما تم إطلاق الابليكيشن أي التطبيق الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقد صدرت عدة كتب لقداسة البابا أثرت مكتبة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. أما عن مشاركة قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقوسية الوطنية فهي كثيرة لهذا العام. واستقبل في المقر البابوي السيد إنجي داوودا رئيس بولندا والسيدة قرينته. واختتم قداسة البابا تودروس الثاني عام 2022 بصلاة في الكنيسة المرقوسية بالإسكندرية، قال فيها: أرجوك أيها الحبيب وأيتها الإنسانة المباركة تعيشوا الثلاث كلمات دول: الرب يرعاني فلا يعوزني شيء.